تواصل ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم، حيث عقدت ورشة عمل حياة كريمة، وتم عرض فيديو يوضح جهود المبادرة في مختلف المجالات التنموية. في مستهل كلمتها خلال الورشة، أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابي دولي، يعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار السنوات الماضية للانطلاق نحو مستقبل أفضل. كما استعرضت الوزيرة دور المصريين بالخارج ممن يسهمون في حملة الترويج لأهداف المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة. وفي ختام الورشة اقترح المشاركون مجموعة من التوصيات العملية لتعميم تجربة حياة كريمة كتجربة تنموية في عدد من الدول.